الماضي انه كل جمعه ابتداء من هذا الاسبوع كل نهار جمعه حيكون عندنا لقاء تحضيري لهالميلاد من صلاه مسبحه يسوع ومدايح يسوع وبعدين القداس وكلمه صغيره تتضمن فكره روحيه من خلال هالمشوار اللي حنوصل له بعيد الميلاد. يمكن بتسمعوا عادة كريسمس أدفنت بالكنيسة اللاتينية، يعني مثل كأنه عم بيقلنا عم نتحضر لشيء جاي على الطريق. Something is coming، في شيء جاي على الطريق نحن عم نتحضر له. إيه هو الأدفنت؟ Something is coming، هذا الشيء نحن اللي عم نتحضر له يلي هو بكنيستنا بيركز أكثر على تجسد الله. نحن تركيزنا ببحر هالاستعداد او هالنوع من التحضير لنوصل للميلاد، كل تركيزنا بالصلاة هو عن تجسد ابن الله. من هيكن الكنيسة بتحضيرها بتشدد على بيكون عندنا مشوار صيام اغلبيته هو قطاعة مدة، في تقليد بياخد 40 يوم وفي تقليد بياخد تقريبا 15 يوم. إذا ما ناخد تقليد القديم يلي هو 40 يوم بلش ب 15 هيدا الأسبوع اللي مرق علينا، ولاحظوا وضمنوا هال 40 يوم مثل كأنه في عنا إلى جانب الصوم وإلى جانب الصلاة في دراسة كتابية. بصلواتنا بنحس حالنا نحن وعم نصليها أو نحن عم نرتلها في كأنه شيء من الكتاب المقدس، خاصة العهد القديم، لأنه العهد القديم كان في انتظار من هو قادم ومن هو الذي قدم إلينا، تجسد ابن الله يلي كان العهد القديم عم ينتظره. من هيكل اليوم أول نبي من الأنبياء العهد القديم اسمه عبديا عم نحتفل اليوم بتذكاره، وبكرة 21 كمان دخول السيدة إلى الهيكل، كأنه هي كمان عم تعيش انتظار من هو قادم لحتى يسكن في أحشائها. بعدين بيجينا الأسابيع الأخرى نحوم وحبقوق وصفانيا بيمرقوا معنا، كمان هودي أنبياء بالعهد القديم بدهم يخبرونا عن من هو يسوع المسيح القادم، من هو مسيا القادم، مشيحة القادم، يسوع عمانوئيل بأشعيا. بعدين بعد الأسابيع اللي جاية الثالثة والرابعة بتلاحظوا من عيد لقديس أندراوس، من عيد لمرن أولى قديس نيكولاوس، بعدين بيجينا حبل حني بوالدة إله العذراء، بيجينا بعدين دانيال النبي والفتية الثلاثة، ومن بعدها بيجينا أحد يلي منعيد فيه منسميهن الأجداد وأحد الأباء وقبل بليلة من العيد وبعدين عيد الميلاد. بتلاحظوا كل هالمشوار مدة 40 يوم كله مجبول ومزروع ومعبى من الكتاب المقدس وبترانيمنا، وضمن الترانيم يلي بتمرق علينا نحن ما منتذكر الميلاد من 2000 سنة، لأنه إحدى التراتيل خاصة بكرة بدخول عيد السيدة ضمن صلاة السحر منقول المسيح ولد فمجدوه، مع أنه الميلاد بعد طويل لا يجي. وبكل ترانيمنا اليوم البتول، اليوم البتول، اليوم يولد المسيح، اليوم العذراء تأتي، يعني كأنه عم تقلنا الكنيسة نحن عم نعيش الحدث هلأ اليوم، مش عم صلواتنا مش بتتذكر شيء من الماضي، عم تتذكر عم تحتفل شيء بده يصير هلأ. من هيكن عنصر التجسد، استعداد الأربعين يوم بصلواتنا وبالعهد القديم والأباء والأنبياء اللي مروا عم يخبرونا عن شيء مهم جاي بدنا نحتفل فيه. من هيكن بصومنا وبصلاتنا الإنسان بيحاول يخفف شوي من الأمور الدنيوية، من كل شيء اسمه ملذات شهوات، بيشتغل أكثر على الصلاة، بيشتغل أكثر على الأعمال الخير، خاصة الاهتمام بالفقراء.
يعني ما فيش أجمل منه هالأربعين يوم اللي منعيشه، وشبيه بأربعين يوم الصيام من هيك أباء الكنيسة بيسموه وينتر باسخا، الفصح الشتائي، يلي لأنه كأنه الميلاد هو فصح بس بيقع بالشتاء مثل الفصح الكبير يلي بيجي بأول الربيع. بقى هيدي اليوم فكرة صغيرة شو معنات أنه نحن نتحضر لعيد الميلاد مدة أربعين يوم من خلال صلواتنا، صيامنا، أنبياء العهد القديم، ولوين بده يوصلونا، نحن ننتظر تجسد ابن الله مخلص العالم. أمين.